نكمل هسام، ناخذ مثال على تطبيقي للمحاضرة السابقة. Match the equation listed in part A إلى D to the graph in the figure below. أنا عندي هسه شنو معادلات، وهاي المعادلات، وعندي جراف رسم إلهم. هاي المعادلات شنو بيها؟ بيها الحالتين، ال vertical shift وال horizontal shift. هنا أنا عندي vertical shift، من أنا عندي y تساوي x ناقص 1 تربيع ناقص 4، فهنا ناقص 4 عندي down shift، vertical shift بس down. هنا من عندي y تساوي x زائد 2 تربيع زائد 2، هذا هنا أنا عندي vertical shift up، ونفس الشيء بالنسبة لذني، زائد 2 هذا up shifting، والناقص 2 down shifting. وعندي بنفس الوقت horizontal shifting اللي واني عندي هنا، هذا اللي بين أقواس اللي هي قيمة الاكس وياها التيرم، فهذا يصير تغيير باتجاه الهوريزنتال. فرح شي يصير بالمعادلة هسه الأولى، راح يصير انه الدالة من الرسم راح يكون عندها شيفتينج نحو الأسفل باتجاه ناقص 4، ناقص 4. بس شو وقت هاي تصير هاي النقطة؟ يعني أنا عندي واي شو وقت تساوي ناقص 4؟ من هذا التيرم يكون صفر، يعني الاكس قيمتها 1، إذا بالواحد هي تكون ناقص 4، فحيكون هذا الفيجر. هذا باللون الأخضر هو 1 ناقص 4 لهذه المعادلة. زين، أما هاي الحالة ب من عندي واي تساوي اكس ناقص 2 تربيع زائد 2، هنا الواي شو وقت تساوي 2 بيكون الاكس قيمتها 2، فراح تكون هنا هذا الترم صفر، فتكون الواي شيفتينج باتجاه الأب، فاثنين اثنين عندي هذا الرسم حيكون اللي باللون الأزرق. وأيضا نفس الشيء بالنسبة للرسوم الأخرى، عندي هسه هذا الحالة رقم 2، هذا هنا عندي هذا الرسم اللي هو واي تساوي، عفوا هذا واي تساوي اكس زائد 2 تربيع زائد 2. هنا ايش عندي؟ عندي الاكس من تكون قيمتها ناقص 2، الواي راح قيمتها تصير 2، فراح يشفت الرسم up في اتجاه الاثنين، فعندي عندي الناقص 2 2. اما هاي الحالة راح تكون عندي بالناقص 3، الواي قيمتها راح تكون ناقص 2. هاي عندي هالفقرات، هذا ناقص 2 2 وناقص 3 ناقص 2، فهذا الرسم تطبيق على الفيرتيكال شيفت والهوريزونتال شيفت. وهاي طبعا هي الحل إلها، للحالة A رقم 4، الحالة B رقم 1، الحالة C 2، والحالة D 3. نجي هسه نجي على مفهوم آخر من اللي هو تكميل الفانكشن، هي الكومبوزيشن اوف فانكشن. شو وقت أنا أقول هاي الدالة هي كومبوز، يعني أقول إنه عندي F و G هن تو فانكشنز، وأقول إنه F كومبوز G. طبعا كومبوز يرمز لها هذا رمز ال O، F وهذا ال O بعدين جي، نقول هذه الدالة composed with G. معناتها شنو؟ طبعا رمزها هذا الرمز قلنا عليه انه F composed G بين اقواس واخلي X، معناتها شنو؟ راح تكون شنو؟ انا عندي دالتين، دالة هي تكون بدالة X، والدالة الثانية تكون هي بدالة الدالة الاولى، يعني الدالة الاولى اللي بدالة X تكون دومين للدالة الثانية، فنقول هذه الدالة هي composed دلالة هذه الدالة. مثال يعني هسه هذا الرسم، هسه توضيحي، أنا عندي g of x، ال x هو ضمن هذا المجال، هو ضمن دومين g of x، و g of x هي صارت ضمن المدى أو دومين مال ال f دالة ال f، فصارت ال f دلالة g of x، فهاي نقول الدالة composed. يعني أنا عندي ال x هو input ل g of x، الجي اوف اكس اللي هي هذا الاوتبوت، احنا نذكر الدالة عندي انبوت وعندي اوتبوت، راح تكون هاي جي اوف اكس هي انبوت للاف، فراح تكون الاف بدلالة جي اوف اكس، فهي بطريقة غير مباشرة بدلالة الاكس لكن عن طريق الجي، فهي نسميها كومبوزد دالة بدلالة دالة. ناخذ عليها مثال توضيحي اكثر، عندي مثلا هاي الاف اوف اكس 3 اكس تربيع ناقص اكس زائد 10، وجي اوف اكس هي 1 ناقص 20 اكس، واريد القي F كومبوز G بدلالة الخمسين، طبعا هنا كونستنت، ومرة F كومبوز G للX، G كومبوز للF للX، وG كومبوز G للX، فراح يصير هنا أجي أعوض. طبعا أنا ببدأ طلعت خمسة، فهنا مجرد مباشرة نعوض الخمسة
معادلة الجي، يعني أنا عندي هاي معادلة الجي، 1 ناقص 20 إكس، راح أخلي مكان الإكس 5، فراح يصير الرقم الناتج مالتها -99. -99 هي راح تكون بدلالة الإكس اللي هي للإف أوف إكس، يعني أنا عندي هسة إف كومبوز جي، الناتج مالتها هي راح يكون الإنتري للإف، فراح يكون مكان الإكس، يعني حتكون بهالدلالة هذه، حتكون الإف أني دلالة -99 اللي هو راح يصير مكان الإكس، فيطلع هذا الناتج إلها. ها طبعا هنا ننتبه كونستنت، هنا بس مجرد عملية تعبير دلالة الإكس، إف كومبوز جي دلالة الإكس، إف كومبوز جي دلالة الإكس، هعوض، فراح يكون عندي معادلة الجي أوف إكس 1 ناقص 20 إكس، راح أخليها شنو معادلة الإف مكان الإكسات، فهنا عندي 3 إكس تربيع خليت مكانه 1 ناقص 20 إكس، وهنا عندي إكس خليت مكانه 1 ناقص 20 إكس زائد 10، طبعا أفتح الأقواس. هنا التربيع ينفتح وأصف في المعادلة، فيصير عندي 1200 إكس تربيع ناقص 100 إكس زائد 20. طبعا إف كومبوز جي ما تساوي جي كومبوز إف، هسه هنا مثال عليها، هنا جي كومبوز إف، حيصير إنه الإف أوف إكس هي تكون الإنتيتي بالنسبة للجي أوف إكس، يعني هي راح تكون بالدومين الجي أوف إكس، فراح شي يصير عندي هنا، أنا عندي جي راح تكون دلالة هاي الإف أوف إكس. فراح أعوض 1 ناقص 20، وهنا إكس قيمتها راح أخلي مكانها هذه الإف أوف إكس المعادلة، وأفتح راح أشوف المعادلة تختلف عن ذيك اللي أنا حصلناها، طبعا هاي بعد التبسيط ندخل 20 عليها. هسا عندي جي كومبوز جي بدلالة الإكس أيضا، أجي هسا إنه الدالة دلالة نفسها، فراح يكون أنا عندي جي بدلالة الجي أوف إكس، أنا عندي 1 ناقص 20 إكس، فراح أعوض مكان الإكس هاي المعادلة، فيطلع لي هاي المعادلة 400 إكس ناقص 19. هسا ايش عندي سؤال آخر، هنا اف الاف اوف اكس، طبعا هنا هذا المثال مهم، اف الاف اوف اكس عندي جذر اكس، وجي اوف اكس هي اكس زائد 1، فايند اف كومبوز جي وجي كومبوز اف واف كومبوز اف وجي كومبوز جي، بعدين ستيت ذا دومين، وبين الدومين اني انتبه هنا أنا عندي الاف اوف اكس وجي اوف اكس، جي اوف اكس شنو الدومين الها؟ مراحطها بالاف اوف اكس راح ينطبق عليها الشروط، زين؟ اللي تخضع للاف اوف اكس، فيكون الناتج الدومين يختلف عن الدالتين حسب الشروط مال الدالة، يعني هسا أنا عندي اف كومبوز جي، هسا احنا شنو نلاحظ؟ جي اوف اكس الدومين الها all real values، يعني خلينا نقول ناقص انفينيتي وانفينيتي تقبلها. الاف اوف اكس لا، الدومين الها انه لازم تكون الاكس اكبر او تساوي صفر، يعني نقدر نقول صفر والانفينيتي بالبوزيتيف. فهسه اجي من اقول اف كومبوز جي حتطلع لي هاي المعادله، فبالنتيجه راح شي يصير الدومين؟ ما راح يكون الدومين مثل السابق، شويه اختلف، انا عندي داله دومين الها ريال فاليوز، وداله عندي دومين الها بين الصفر انكلود طبعا الصفر والانفينيتي، هاي اللي طلعت الجديدة لا، راح تكون هي بين ناقص 1 والانفينيتي، ليش؟ لان انا عندي تحت الجذر x زائد 1، لازم هذا الاليمنت كله يكون اكبر او يساوي صفر، فبالنتيجة الاكس راح شو تصير؟ اكبر او تساوي ناقص 1، فهي انكلود الواحد وباتجاه البوزيتيف انفينيتي. هسه جي كومبوز للاف، ايضا اعوض، هنا ما صار تغيير عندي، لان انا عندي الاكس بقت مثل ما هي بالاف اوف اكس، فصار يبقى مثل ما هو ان الدومين بين الصفر والانفينيتي ونكلود الصفر. اف كومبوز اف نفس الشيء، حيصير بس انه انا عندي الروت ازداد، حيصير عندي 1/4 مو 1/2، بس هو نفس الشرط، لان هذا عن الروت عندي ايفن، الروت الايفن يكون اكبر او يساوي الصفر، فيبقى نفس الشرط. جي كومبوز جي بقى مثل ما هو انه all real values، فبين ناقص انفينيتي والانفينيتي، فانتبه انه انا الدالة اللي تكون نتيجة الكومبوزيشن ما راح الدومين الها يشبه الدالة اللي قبلها، يعني الاف والجي احتمال الناتج مالتهم ما يشبه الدالة الاصلية اللي هي الاف اوف اكس والجي اوف اكس حسب الشروط اللي تخضع لها الدالة بعد ما صارت او تشكلت. موضوع اخر هو الانفيرس فانكشن، الانفيرس فانكشن
احنا كل دالة طبعا هي بشكل عام كل دالة تكون لها انفيرس، بس لازم شو تكون هاي الدالة؟ تكون 1 تو 1، يعني مو كل الدوال انا اقدر احصل لها الانفيرس الا بشرط واحد، انه تكون هذه الدالة 1 تو 1 فانكشن. يعني شنو 1 تو 1 فانكشن؟ يعني انا عندي لها قيمة، عندي انا عندي يعني هاي الدالة ضمن الدومين مالتها لازم كل اليمنت بالدومين له صورة واحدة، ما يشتركون أكثر من إليمنت بصورة، كل واحد إلى صورة. يعني أنا عندي X1 و X2 متشابهين، فصورة ال F بدلالة ال X1 وال F لل X2 لازم ما تتشابه. فأقول بهاي الحالة هاي الدالة هي 1 to 1 function. إن تحقق هذا الشرط أقول هاي الدالة inverse، إلها inverse function. والinverse function طبعا نرمز له بهذا الرمز، نقول F ونخلي ناقص واحد اللي فوق، وهاي ناقص واحد مو معناتها واحد على F، وإنما هاي معناتها انفيرس. فبالنتيجة إذا أنا دالتي الأصلية F of X الدومين إلها دي والرينج إلها R، فالدالة اللي راح تنتج اللي هي الانفيرس راح يكون الدومين هو R والرينج إلها دي، لأن راح تصير عكسية. يعني أنا إذا عندي الـ F بدلالة الـ B تعطي A، الانفيرس فانكشن بدلالة A لازم ترجع لي B. زين هذه دالة الانفيرس. طبعا اكزامبل عليها هنا عندي، عندي الـ F of X يساوي جذر X، هذه طبعا دالة 1 to 1 ضمن الدومين، بس بيا حالة من تكون عندي non negative numbers، يعني بحالة الأرقام الـ positive وما تكون نيجاتيف، لأن أنا عندي هذا جذر X جهة الأرقام الموجبة، بحيث أنه صورة X1 لازم ما تساوي X2 و X1 و X2 ما يساوون. هذا بالنسبة للجذر X، لأن طبعا هي بالحقيقة أنه أنا عندي جذر X من أجي أرسمه أقدر أرسمه، يعني إذا عندي Y تساوي جذر X، هي بالحقيقة هي y تربيع تساوي x، فy تساوي زائد ناقص جذر x، فمن نجي نرسمها راح تكون لها صورتين، صورة بالبوزيتيف وصورة بالنيجاتيف بالنسبة للy. فهنا الدالة f of x تساوي جذر x إشارته زائدة انه ماخذين الجانب البوزيتيف، يعني الارقام الموجبة والصور الموجبة للy، ونبدأ ندرس خواص هاي الدالة وانه شلون اقدر ألقي لها الانفيرس في هاي الريجن فقط اللي تكون بيها بوزيتيف، بحيث اضمن انه الاكس ون والاكس تو كل وحده بيها صورها ما تتشابه تختلف. بينما جي اوف اكس تساوي ساين اكس، ساين لا الساين عندي هاي دالة الساين اللي هي دالة انه انا عندي فتراتها بين من الصفر للتو باي وبعدين تبدي تتكرر، بس من اخذ الفترة بين الصفر والباي تطلع لي اكثر من زاوية لها نفس الصورة. ومثال عليها انه انا هاي الزاوية باي على ستة والخمسة باي على ستة اثنيناتهم نفس القيمة الساين اللي هو نص، فضمن هاي الفترة بين الصفر والباي انا ما اقدر احصل الانفيرس لدالة الساين، فهي نقول عليها not one to one function. واحدة طبعا من الامور الاخرى اللي نقدر نسوي بها تيست من خلال انه انا عندي مثلا رسم الدالة واقدر اشوف هذا دالة خلال رسمها هي 1 to 1 هو الهوريزنتال لاين، انه انا ارسم لاين افقي يقطع الواي، انقطع الواي بنقطة واحدة معناته الاكس لها صورة واحدة ما مشتركة، لكن انقطعها باكثر من نقطة معناتها اكو اكثر من قيمة للاكس تشترك بنفس الصورة. فهذا مثال عليها عندي واي تساوي جذر اكس، اذا ناخذ الارقام البوزيتيف حلاحظ ارسم الخط لاين عندي هذا الجراف، فإذا هذا الجراف مثلا أقول لك تيست هاي الدالة 1 to 1 ترسم هذا الجراف حشوف أنه هي تقطع بنقطة واحدة معناتها هاي الدالة هي 1 to 1. نفس الشيء أنا عندي الأكس الأكس تكعيب، هاي الدالة متناظرة حول الأوريجين بوينت نقطة الأصل، فش ألاحظ من أرسم لها الهورزنتال تيست لاين تقطع أيضا بنقطة واحدة، فهذه 1 to 1 function. بينما الدالة الأخرى هذه عندي واي تساوي اكس تربيع، لا انا هذه الدالة من ترسم واسوي لها خط هذا اللاين الاقي انه انا
قيمتين للاكس تشترك بنفس الصورة، وحالة الساين نفس الشيء. من عندي هاي بين الفترة بين الصفر والباي، عندي هاي الباي على 6 والخمسة باي على 6 يشتركون بصورة واحدة اللي هي النص. فهذين الدالتين not one to one function. طبعا خطوات عامة لحساب ولإيجاد الانفيرس فانكشن، هذه خطوات عامة. احنا بشكل عام نقدر اذا اتبعناها طلع معادلة للانفيرس، بس ان كانت المعادلة سهلة نقدر مباشرة انه انا اكتبها بدلالة، يعني انا اذا عندي y تساوي function بدلالة ال x اقدر اقول ال x هي function بدلالة ال y. بس ان جنرال الخطوات هذه انه اول شيء انا معادلتي هي f of x، وعندي معادلة replace ال f of x بال y. بعدين وراها شو اسوي؟ اغير الاماكن، انه الاكس اخليها مكان الواي والواي مكان الاكس، وارجع شو اسوي؟ احل المعادله في ايجاد قيمه الواي بعد ما غيرت المواقع. ورا ما القى قيمه الواي احط مكان الواي اف انفيرس اكس لهذا الرمز. بعدين اخر شيء اسوي فيريفيكيشن للريزلت، يعني شو اسوي اثبات انه من اخذ اف كومبوزد الاف انفيرس بدلاله الاكس لازم الناتج يطلع اكس. اي وحده من عندها اف انفيرس اف كومبوزد الاف انفيرس او العكس، مجرد انه اخذ الكومبوزيشن انهن لازم يطلع ناتج اكس، معناتها الداله هذه صحيحه. فساخذ مثال find the inverse for f of x، عندي هسه هاي المعادله y تساوي x زائد 3 تكعيب ناقص 5. فهسه اول شيء حغير، طبعا هي مكتوبه داله الواي، فانتر تشينج الاكس مكان الواي، راح أبدل الأماكن، راح يصير عندي x يساوي y زائد 3 تكعيب ناقص 5. بعدين وراها شو أسوي؟ أحلها بدلالة ال y وأخلي y تساوي، فصارت إنه أني هذا التكعيب أشيله، فيصير عندي جذر الثالث، وبعدين 3 أنقلها هذا الطرف، راح يصير عندي y تساوي هاي المعادلة. هذه ال y اللي طلعت لي هي ال inverse تمثل، فأشيل ال y وأخلي مكانه f inverse بدلالة ال x، فتطلع لي هذه المعادلة. هذه هي الانفيرس فانكشن، هذه الدالة. سؤال ايضا اخر حتى اشوف الفيريفيكيشن اذا انا بدي استخدمه، عندي f of x هي 3 x ناقص 2 وفايند ال f انفيرس دلالة ال x. همينة نجي بداية نسوي ريبليس، اول شي طبعا ال f of x اخليها y وال x مكان ال y وال y مكان ال x، وبعدين ححلها بدلالة ال y وألقي قيمة الدالة، فطلع لي 1 على 3 x زائد 2. زين، هاي طبعا هي الـ f inverse. إذا قلت لك سوي verification إنها وأثبت إنه هذه هي الـ inverse، فاستخدم أي واحدة من الـ composition اللي هي هاي، حقول f composed الـ f inverse وعوض مكانها، هعوضها معادلة الـ f، فراح يطلع الناتج طبعا هذه معادلة الـ f اللي هي 3 x ناقص 2، هخليها مكان الـ x فيطلع هذا الناتج. بعد التفصيل طبعا تطلع الناتج x، معناتها هذه الدالة اللي انا حصلت عليها هي الانفيرس لان طلعت لي الاكس. طبعا الجراف الها شي يصير هنا، طبعا الجراف انا هاي الدالة الاصلية، انا عندي y تساوي f of x، هذا يمثل هو الاكس، هو يمثل الدومين للدالة، والواي يمثل الرينج. فاذا افترضنا هذا هو رسم الدالة ال f of x، بالرسم الآخر اللي يقابلها إن اعتبرنا هذا الرسم هو يعتبر الـ f inverse، راح يكون إنه طبعا الـ inverse راح يكون إنه الـ x بدلالة الـ y حيكون هذا الدومين، الـ y هي تمثل الدومين اللي هو يمثل للأصلية الـ range، والـ x يمثل الـ range للـ f inverse، يعني انعكس الـ range والدومين بالنسبة للـ inverse. فهسه مثلا هنا حتى أرسم ارسم الاف انفيرس ويا الاف حيصير بهذي بهاي الطريقة. هسه مثلا هذا عندي الشكل، عندي هنا هاي الدالة الاصلية، وهاي باللون الاصفر هو الاف انفيرس. شلاحظ انه الكير بالنسبة للاف انفيرس هو ريفليكشن، صار انه انعكاس، الرسم الاصلي حول محور الواي تساوي بالاكس، احنا اخذنا الريفليكشن حول الواي
اكسس وحول الاكس اكسس، لا هنا يصير الرفليكشن حول اللاين اللي تكون بي واي تساوي اكس. فانا عندي هسه بهذا الرسم، هاي عندي الاف اوف اكس، من عكستها حول هذا اللاين الخط اللي هو مثل واي تساوي اكس يطلع لي شكل، وهذا عكس هذا، حيكون انه الاف انفيرس. فالاف انفيرس هي نفس الاف اوف اكس، بس هي شنو معاكس الها، لان ينقلب بها الاكس والواي. فايند ذا انفيرس، هسه مثلا هذا السؤال، function of f of x and draw the graph of f of and f inverse. عندي هسه واي تساوي f of x، x 3 ناقص 1، القلها الانفيرس طبعا عادي، عوضنا مكان f of x y وغيرت ال x مكان ال y وال y مكان ال x، فصارت لي انا عندي x زائد 1 يساوي 3. هسه احلها بالنسبة لل y، اخذ جذر تكعيبي للطرفين، حيصير عندي واي تساوي جذر تكعيبي لـ x زائد 1. طبعا انا انتبه هاي الدالة الدومين اله، طبعا هاي الدالة الناتجة هو الـ f انفيرس، هاي طبعا الدومين اله ياخذ كل القيم، يعني تقبل الـ positive والـ negative real values، فيكون الدومين هو r بالنسبة للدالة الأولى و r بالنسبة للـ انفيرس. فأجهزها، دالة الأولى هي انه واي تساوي x 3 ناقص 1، هاي شبيها الدالة، هاي الدالة بيها vertical shift بس باتجاه ال down، وتبدي بالصفر ناقص 1 اللي هي هاي، وبعدين تزداد باتجاه ال positive، كل ما زيد القيم تزداد قيمة ال y، وكل ما اخذ قيم باتجاه ال negative لان هي domain لها r راح تتناقص باتجاه ال minus infinity. زين، ال f inverse هي تحت الجذر الثالث x زائد 1، هي شو راح تكون؟ ايضا من نجي هنا نرسمها، انا عندي تحت الجذر x زائد 1، هاي الدالة شبيهة الجذر الثالث، انه ال y اذا ال x قيمتها صفر، ال y ايش قد راح تكون قيمتها؟ هتكون قيمتها 1، يعني تتقاطع ويا ال y axis بالواحد، ومن تكون ال y قيمتها صفر راح تكون ال x قيمتها شنو؟ ناقص 1. فشوف أنا هنا بالصفر عندي ناقص 1 صفر، هاي النقطة النقاط. زين، إن أخذت قيم بالناقص 1 مكان يعني قيم بالنيجاتيف راح تزداد بهالاتجاه، وإذا أخذت قيم أكبر من الواحد راح تزداد باتجاه البوزيتيف إنفينيتي. فلاحظ الرسم هذا اللي بيناتهم الخط الرسم هو يمثل ال y تساوي ال x، فهذا الشكل اللي ظهر لي هو معاكس لهذا الشكل، أو mirror إلى reflection صار حول محور ال y تساوي ال x اللي هو هذا بيناتهم هذا الخط يكون. أجي على موضوع آخر اللي هو trigonometric function. الدوال المثلثية، الدوال المثلثية بشكل عام طبعا هنا راح ناخذ اللي هي واحدة من الدوال اللي احنا سميناها بالترانسيدنتال فانكشن، اللي هي الدوال اللي تكون جاهزة مو جبرية، وانما هي دالة جاهزة لها صيغة، اللي مثل هي الساين الكوساين التان لها صيغة تكتب طريقة، بس مو بطريقة معادلات جبرية، وانما هي لها اسم. هذه طبعا ستة رئيسية، هذا المثلث هو اللي يمثل هاي العلاقة بهاي الدوال. أنا طبعا هذا عندي مثلث قائم الزاوية اللي احنا نسميه بالرايت رايت تريانجل، عندي هاي الزاوية وعندي هاي الزاوية القائمة، طبعا هاي الزاوية أنا عندي ثيتا، هذا هو المجاور الأدجسنت، وهذا عندي الأوبوزيت المقابل، وأنا عندي الوتر الهايبوتينس، الهايبوتينس اللي هو يمثل الوتر. فأنا حتى ألقى الدوال الستة الرئيسية، هيصير عندي هنا عندي الكوساين اللي هو المجاور على الوتر، الأدجسنت على الهايبوتينوس، وعندي الساين المقابل على الوتر، الأوبوزيت على الهايبوتينوس، وعندي التان مقابل على المجاور، والكود هذول طبعا الثلاثة في البداية هم الأساس، والبقية الثلاثة هم مشتقة منهم، يعني الكوتان هو عكس التان، السيكن هي واحد على الكوساين، والكوسيكن هي واحد على الساين.
زين فنجي هسه we can define in term of هسه هنا الدوال هذه الدوال اللي هسه ذكرتها عن الستة نقدر نمثلها بشكل نقاط نقطة بدلالة الاكس والواي. يعني شلون اني هسه ارجع اجي طبعا راح يكون اعتمادنا كله انه دائما برسمنا وتحديدنا للزوايا نرجع للدائرة يسموها دائرة الوحدة اليون سيركت. هاي دائرة الوحدة شنو بيها؟ تكون بيها اقطار نصف القطر بيها واحد. ارسمها هاي الدائرة نسميها دائرة الوحدة. تكون هذا محور الاكس وهذا محور الواي. المحور الاكس هاي الزاوية الصفر تكون الصفر وزاوية 360، وعند الواي هنا هي 90 الباي على 2، وبعدين عندي هنا الباي 180، وعندي هنا باتجاه الناقص واي هي 270 3 باي على 2. وارجع مرة اخرى للاكس هاي عندي 2 باي كملت فرة كاملة. فش لاحظ هذني يعني الزوايا اللي هسه ذكرتهم الرئيسيات تكون بيها نصف القطر الها واحد. ليش؟ لأن عندي هذول أنا عندي زاوية صفر إلها كوساين والساين إلها مو معرف، فيكون الكوساين إلها واحد. إلا 90 زاوية 90 يكون الساين إلها واحد. 180 يكون الكوساين إلها ناقص واحد. فهاي هي دائرة الوحدة. أجي هسا أنا هسا أنا عندي هذه الدائرة وعندي الزاوية مالتي طبعا وأريد أطلع قيم إلها. فالزاوية شلون نحددها؟ إنه أنا أرسم إشعاع. هذا الإشعاع هذا نسميه الري. الإشعاع يبدي من نقطة الأصل ويستمر يقطع الدائرة عند نقطة نسميها هذه اكس واي. فلنفترض الزاوية هي ثيتا، هذه فاي ثيتا، وعندي هسه هذا المقابل وهذا المجاور. طبعا المقابل يمثل الواي والمجاور يمثل الاكس، وعندي هذا هو الوتر اللي هو ار. الوتر ناش قد قيمته؟ قيمته R، قيمته واحد. ليش؟ لأن عندي هاي دائرة الوحدة تكون قيمة نصف القطر بها واحد. فهنا أنا إذا أريد ألقى قيمة الأكس، الأكس شي يمثل؟ الأكس بالنسبة للثيتا شي مثل؟ أنا هسه مثل المجاور، يعني أنا كوساين ثيتا هو أكس على R. إذا الأكس شي يساوي؟ كوساين ثيتا في R، R قيمتها واحد، إذا أكس هنا يمثل كوساين ثيتا. إذا أي نقطة على محور هذه الدائرة دلالة الأكس والواي حتكون الأكس هي الكوساين هاي الزاوية. ليش؟ لأن أنا عندي هنا الوتر قيمته واحد. نفس الشي واي، واي راح شو تمثل؟ تمثل الساين للثيتا. فساين ثيتا هو واي على آر، وآر أنا عندي واحد قيمته، إذا واي هي نفسها ساين ثيتا. فإذا أنا هاي ضمن دائرة الوحدة من أرسم إشعاع ويمثل الزاوية ثيتا راح الإشعاع يقطع الدائرة عند نقطة، النقطة بدلالة الأكس والواي. الأكس هو الكوساين والواي هو يمثل الساين بالنسبة لهاي الزاوية ومن دائرة الوحدة فقط. وهاي العلاقات بيناتهم أيضا مرة أخرى ذكرتها إنه الساين واي على آر، كوساين أكس على آر، والتان هو واي على أكس. أما دول البقية فيكون عكسهم، يعني الكوساين كوسيكن واحد على الساين، والسيكن واحد على الكوساين، وعندي الكوتان واحد على التان. وننتبه انه انا عندي هنا ذاك ملاحظة انه بالنسبة للتان ثيتا والسيكن ثيتا تكون ما معرفة من تكون الاكس تساوي صفر. انا اقصد بها يعني ليش؟ لان انا عندي هاي الزوايا بالتسعين وبالميتين وسبعين يكون هاي الزوايا الساين إلها إلى قيمة. للتسعين الساين إلها واحد بس الكوساين صفر. فمن أجي أخذ لها التان حيكون أنديفاين. ونفس الشي سيكن اللي هي واحد على الكوساين حتكون أنديفاين. فكانت أنديفاين لأن يعني الزوايا ما إلها كوساين إلها بالساين. طبعا هذا الشكل هذا يراوينا الزوايا بالقياس الدقري وبالراديان. هذه هي دائرة الوحدة اللي هي أنا أرسمها. أنا عندي هاي الزوايا الرئيسية، عندي هاي زاوية صفر أتحرك باتجاه الباي على 2، هذه الباي، هذه 3 باي على 2،
وهاي هي أرقامها. عند هاي النقطة عندي 1 0، يعني أنا عندي الكوساين 1 الساين 0. عند هاي النقطة الكوساين 0 الساين 1، وعند هاي النقطة راح يكون الكوساين ناقص 1 الساين 0، وهكذا. وهاي بالنسبة لبقية الدوال، أيضا كل وحدة حسب الزاوية قيمتها تقطعها بهاي النقطة حتمثل الكوساين والساين.